بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيتمت أنت السمادين أعد اسم خلوانا قيا مقر مشطوح أرقز تمطوث الغرفة إثمورت سلام ربي إذن فيها في الأول أكي قد غارتي ولت منتشر عيث قطون أمينوث ما طافوي صرفع التلفزيون أغنى وأزديري يسقردش سوالات نون إمعنا إتشقع ميال دورث يعني ذين يتقفل أيتمتنا الأساتذة والمشايخ الدكاترة سوس كفر يعني سوس تفرارين أو كتيرين بمعنى أجن ويطفر تدوي التقيا أمين ديش كان اسقسين زناس والينس أدي سفيدين حتى وين يطفر تدوي التقيا وإن شاء الله أغيوي ربي وفردان لو قام دائما كفريد النية أو كذل إخلاص إذي كنت نظن إن في الحرم من عساقيا الشيخ دكتور بوعلم جوريا أنسو فيسك مرحبا يسك. الله يسلمك يا شيخ صايب. تصير دروح دار يا شيخ. تقسي مرحبا يسك. الله يسلمك. المدد مدى ما قرأ شهورة جديد فرن محرم لقورن أكدو دس ديري دوز العدد ديكس العشور تسواتك نسوفون زكاة وغداك نسوفون ماذا بنا إن شاء الله أتصل السؤال الذي دي طعنا تمثل تقيل العشور الزكاة إن شاء الله وإن شاء الله يون يون ستساويل إن شاء الله ما نرأيسي التليسة تمثل تقيل الزكاة إن شاء الله أسقسام زوارو أسقسينا ويثمثنا أتص بيت ملا والمشي ذا سلم ذا سلم لكن ذا سلم كثير ماذا بنا مثل أيضا في مشروعية الزكاة معناها أم كيتي شرع سيدة ربي سبحانه وتعالى أم كيتي دي الفرض في اللانا يغتيار الفرض مثلا ماذا بك هذا مثل أيضا في المكان يسم كانتيس القطر أزل سيارة إكساوضا سنبو بكر صديقي ناس كون أتصوض أرثم ست أتسكس ماذا أكون إكسا هذا إكسا ونادين نكا وثانيا ماذا بنا هذا مثل أيضا في دورين الاجتماعي ممكن العشر ولكن سملي القرولة وسملي تسوي ثورو أكد الاقتصاد تمسنت مذرم أشو الفايدة يزمر الزكاة العشر أدوي إثمورت مش غير توجه التكاة نعم شيخ نعم وعطيك صحة الله يسلمك شوية مقر ولكن ستوي أنا عرض إن شاء الله كان يعني غادي نفك الطيام غادي نفك تفات كل تتغوصا إذا بدرتك أفوض مقرانك إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبالله التوفيق. الزكاة ركن من أركان الإسلام تيك جديد قال تيك جدا خمسة في بناء يعني الإسلام يقرض النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ودي بذر قال سنت الزكاتية وإيتاء الزكاة أتدي بذر يعني تيس ثلاثة وقبل صيام رمضان وقبل يعني الحج وتظفر كان كني تظلت إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنفذ القرآن رب العالمين يجمع يار الزكاة الصلاة أيام 28 تكوال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوموا لله قانتين مثلا تأيذ لا أكا 28 تكال أن إذا رب العالمين عز وجل يسم يعني يسدوك الذكاء الزكاة الوحين الصلاة ذين في سيدنا أبو بكر الصديق هذا يرضو ربي في الناس يندو الله لا أقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة أشوغا خطري ساعة الدليل باللي رب العالمين يجمع يار 28 تكال للقرآن العظيم ورب العالمين يفرضيت التغال يعني مشروع مجتمع ماشي التمثال كان لفغي بومذان يعني وقمر رب العالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسنين الغاشي مثلا زمط أسنين الغاشي مثلا الظلط ولكن يمرث كحاكم يسعى المسؤولية في المجتمع هذه تحبيب هذه مضبر هذه تحبيب يعني في لندي الليل ذا زوالي إن يسي وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذا أنا بس عشق في الأزكى كان كان معنى اللغوي تيكو تدود الصدقة تيكو اسم الصدقة تقول لما ما تدذ النفقة وما رزقناهم ينفقون وما رزقناهم ينفقون نعم في مرة لا ما يلي بذر رب العالمين سبحانه وتعالى اسم من الصدقات
القرآن العظيم يعني هذا سيس يقصد سيس يعني الزكاة المفروضة الصدقة المفروضة مركين إنما الصدقة للفقراء والمساكين النوطار غرس والعاملين عليها إلى آخره يقصد يعني سيجينا قلنا الصدقة المفروضة دي بذل رب العالمين عز وجل ذي القرآن العظيم لما كان ينس ذي الإسلام أكا يعني يسدوك لرب العالمين سبحانه وتعالى زكتي الواحد ظليت سيدنا أبو بكر الصديق يجمع العساكر يسوى كني هذا حرب وإذا كيلان وهنا دفكن يعني الزكتي وسمانت ذي التاريخ حروب مانعي الزكاة الناس والله لو كان أي منع يعني يعني ألغى من يغمس أنت الغمت يتفكن يوش بيح النبي صلى الله عليه وسلم أجل وقت خطر لما يكدي سوفان شو أيا ناس ربي الناس يوش بيح النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة ثورة ميتوفى يموت خلاص ذاينو نتزكي ورا نتسي خلفي سيدنا أبو بكر الصديق ذي مضبار يمكن وشبيحنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس لو كان يمنع يعني مست الغمت إلا نتفك نستي وشبيحنا النبي صلى الله عليه وسلم سيليا يعني نذكر الطراد المندنسن أو في الجالة ونشتا الدور ينسى الشيخ الدور الاجتماعي طبعا دور الاجتماعي خلق المحبة غير المؤمنين هذه يسحس يعني وزوالي ذي الليل باللي وستسونا راي مركانتي ان الجهاز وستسونا راي مركانتي ان تدرثي وستسونا راي مركانتي ان نثمدينتي سنتمورثي سيلا غير ذلك خذمنت يعني ذي البال وذي سعود أغني وسنسيقى الحاكم أنه أثنى يتخمين في اللاس أسمارا على ثوركي كي الحمالة يعني ونوصي الغاشية وسنين مابود سي صندوق الزكاة ونظم يعني هذه نو هذه شد يعني ومذان غروينا الا ندي مضبر يعني في اللاس وذي سعو المحبه المنديس هذه يعلم باللي تخميم في اللاس ويفكا ذكري الا ندي التاويلات ايوا كنا ذي قمسيس ايوا كنا ذي السي حبيب رضا غني في اللاس واما يعني الفائده الاقتصاديه يسعى الزكاه تنقر انت الشيخ ذا شفت الفائده تسد السلوزي الغسي ويون المعنى كريم السلاين كريم السلاين ذي مزيانا ثم زواروس طبقات المجتمع وإذا المجتمعات مرة قد دونيس في مورا دونيس كل سعونت تقريبا ثلاثة طبقات لاني مركانتيا لاني زواليا إلا وين مقارن الطبقة الوسطى باش هذه للمجتمع لازمتي للطبقة الوسطى والسعة مليح خير لي لان الغاشي الزيس هذه اللي نشطح ذي مركانتيا وذي اللي نشطح يعني ذي زواليا اسماء ريليا الاختلال طبقي الوسطى يعني زمر نسعى القدر الشرائية زمر الدار زمر تسعو يعني تاوي لمكرا هذه الدول ما ردنيني القدر الشرائية خطر كريس مع تزمر في وكني ولا الديسغ الديسغ الخضران أدخذ مني في اللحن هذه الدول اقتصادية في اللحن أدسغ أدنيني مثلا الإلكتروميناجير ما إلا تصنع ثمورثني الإلكتروميناجير هذه أتدو الصناعة خطر السوقيس يسدو ما إلا الطوموبيلات كيف كيف ما شريك لان يعني التاوي الزمر ناسي داغن الغاشية ما يلس عن يعني تزمر ثيا في مسغي وثي القدرة الشرائية هي هذه أتفتي جوجي يعني الاقتصاد هذا مسان تمور ثنيا أتفت جوجي أسمى رأي للاختلال قوان خير الله يزواليا يعني الفئة أني يزواليا يغلب أنت وسع ومن بعد ولاش تزمر ثاف حتى ذا مركانت النادي ينطر واني يصنعان واني يسعى الاستثمار من هو من هاري الزنس فاذا مقل ادي فيك شي طوح ميس ومركانتي يويني لان الطبقة نزواليا نتيدي السالي هذه السوسع الطبقة الوسطى ثالب ما استيسعى تسعى القدرات ماشي ذي مركانتيا ولكن ماشي ذا غنيا ذي زواليا زمرني لهم منسان فإذا به هذه قيم الاقتصادي في الدو يأتي الفايدة ثم قرانت يعني الاقتصاد الرشيد يعني اسم سلت القرض مثلا الحسن الغارمين مثلا العبد مثلا إلا يسعى الخبرة يشم قرط الضم قران ثوثيث الجيحة لفايت أسيدر فذن ذي عودة ذي وغل يعني غذي بالدار في طرنيس فايدة سياسية مؤلفة قلوبهم يوكن يعني هذه السرطبي يعني أولون باش تشد غريين سلم
من تشد غير الحاكم الى غير شفنا ذلك، الاسلام هذه من غير الاسلام ربما سيدك كلد الفوائد، ولكن الفائده ثم قران تيخدني يعني الشيخ انه انسوسع الزكاتي ديما انسوسع الطبقه اللي مثلا مست يقول لنا ساعه زمرت اسم صغير وثي وكن هذه اذات جوجي زمسا الاقتصاد يلا تدفع كسوثر معاه كسوثر انا ما نتونتف بالك ما لو يزمن الحال يزمن الحال هذه وغالي يولا الله يبارك فيك يعطيك الصحة الله يسلمك. فهاد الحوم تمثلت وكي ذاك يسوكنا تصفى العشور اي مثلا شكرا مني كفر بلي وسيدي فريضة ربي تيك ولد لاقس بالبخل تيك ولد شح هذا الشح على كيد الدمياض ربي قد وأوقيت الأنفس الشح هادي روحي يونس يتوسفس مشو مني مشو مني يتوسفس اني كنت صفض 10 الباقية تيكاك يخرون بخريطي سي غاول سي غاول والله مشو كثر بلي مو يتمنى ربي اللي فرضيتي ضربي فايقين كل مدى بلي سوالك يا شيخ تحكوا في العقوبة مقاي شو تسكي سيدي ربي سبحانه وتعالى يوم تنقي الدنيا ثقي صحيح ومن بعد الاخر يعني من شرط يتدك العقوبة الادعية اني ظراني زمان وش بيعني كناس كناس نرغب ونرهب هذا مثلا هكا الترغيب اللهم اعطي موفقا بارك الله فيك صحيت وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يودد يعني الدعاء صغور الصري قيمني يلبذا ارمث فنا دونيس باللي يطلب وش بيحنا النبي وحسي غير ربي عز وجل الذي خيب يقرص اللهم اعطي منفقا خلفا ويخبر دي الذي الملك يري النيد القاعة كيف كيف يون الملك يري النيد القاعة كل يس أري قاري سيدي ربي عز وجل إذا عوث اللهم أعطي منفقا خلافا إن أيك الملك يطني نذي بدي ثم يطني نذي قال اللهم أعطي ممسكا تلفا أتي تلفا سي صرح يعني الشي نسد وذريم أنا تجري بذرات أيك ضروا سوالي أنفسل ماذا أفك سوبت الخطر ما أطرح وقال رب العالمين سبحانه وتعالى قرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر عظيم يضاعفه له هذا أتفك طالي ربي غاش يدير ذا وماشي ذا يعني تسفغط أراك يدير أراك يديفك أضعافا مضاعفا أراك يبارك أراك يسنرني يشيني والأجر العظيم أراك يفر يعني إلى آخر ثويا الثواب القدري ذي ثواب قدري أخي أذيك شمي القضاء والقدرين يعني غاية مذان الريت سيد ثمسل تطنين وش بحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرض ثلاثة الحوايج زمر غاد قلغ في اللسنت ذا شو الثلاثة أيام يوث زي سنت الناد ما نقص مال من صدقة ذي المحال ما إلا سكستد يعني الشينك أيني إلا ندزل ربع العشر مثلا قذري ما كان يتفلح ذزق العشر نغذ العشر ذي المحال ذي لين ينغصد رب العالمين سبحانه وتعالى دي على ثبورا يوكني إن شاء الله هاي سيدير ودي فروري ودي فروخ ودي مغور ودي رب العالمين سبحانه وتعالى نسخير الله نرغب يعني غروان شتي نرهب استمثال تطني ثلا عقوبة قدرية اللهم أعطي منفقا تلفا منفقا موسيكا استغفر الله اللهم أعطي منفقا خلفا الجهة يطنين اللهم أعطي ممسكا تلفا والنبي صلى الله عليه وسلم يهضر دي يعني ند ما منع أحد زكاة ماله إلا وأتلفته ولا شواري من عن الزكاة قدري منيس أنا قارد يسوس أن إذا أذي تلف رب العالمين سبحانه وتعالى الشنية فهي عقوبة قدرية لو كان ثيلي يعني أن الصوت يعني أن تغذي يعني الزكاة يتونظم كي يقوم الحال نعم نعم تفضل وما منع قوم الزكاة لا لا العقوبة القدرية العقوبة القدرية تسمرا الصاب جميعا اسمري لي نقصن واذا كنا الا سفوغ الزكاه نسنو شبيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا بهائم رضع وشيوخ ركع وأطفال رضع لم يمطروا يا يعني غير غير تصابن فيك ولا كيات طليت السنت يعني والله هرب كلي يتدوي
إذن كنت تدون يعني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحمد لله ربي عفو. الله غريم شضاحي مازال وخذي من رد دنوب. الله غريم قرانا لشاب شابنا كشاب حال كالشيخ يخوني يصفان وإذا يعبدنا ربي نصفان بولون. الله ربي الملح يواني غرسي وني يعني إلا نوذن بنارا يعني يثدون سلب غير ربي تسبحني رب العالمين سبحانه وتعالى مولاش ثيلي ودي فكرة ثم قوى لهوى سجنية. أما يعني العقوبة الشرعية إلا فرضن الفقهاء أنه ما إلا ثلا مؤسسة تسعى السلطة بالتفويض أنه تزمرت عقب على جل الزكاة يعني زمرة ربما تطور القوانا إلى غير ذلك أنه وين ريم عن الزكاة كيف كيف من ريم عن الضرائب ذي ثورين كنين ونصوت ونري من عن الضاربة ثابزر تسقر استقبائي ثورتي أنا أسخذ من العقوبات يزمى الحال هذه شما الحبس يزمى الحال أسغلق المحل إلى آخره كيف كيف لغنية يزمى الحال دي وطي ون الوقت أن إذا الزكاة إذا غنت تغالي يعني تفرض وأذي لين ونري لين من عيت هذه عقوبة الفقه هذه شر عند أنه يعني بما فعله يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسعى وقيل الاثر حتى النبي عليه الصلاه والسلام يحدي تحايلا في الزكاه انه اسكس نزقن قشينس اسد من الزكاه وذر انه نسكس نزقن قشين اسجن اس جنزقن اطنين ايوا كنا ذي قيمه يعني تنع صبرتي وين وما ذي الاخر الشيخ رب العالمين سبحانه وتعالى ان ندوا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله الذهب الفضه يعني ذا ذري خاطر وقت النبي صلى الله عليه وسلم توصلنا عن الذهب الوحيد الفضة ثقريد بذعني ورقاني والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسدغال تصفحين والعياذ بالله أذي يرسف اللسنت أسخن فن الملائكة ثما فثما فتكوى بها جباههم يعني ثمن زاث ظهورهم ثمن فير جنوبهم يعني أثقلبن أكني نقلبن أكني لبروشت أكني أثقلبن سوف الله نتصفح ثنيا إيلان دذري ميسي كنز أرس ديج على ربي التصفحين بوزال نغتصفحين وزرغان المهم أذي يغال يعني قرص المهم وإلا ذا غني ويطنين يعني وين ري من عن الزكاة الشينس وقبل ذي أوتار ثارثين جهنم أسدي فغ يعني الشينس ذا زرم شجاع أقرع يطوق وثي أسد وركسي خنق يعني إنه يسعى زبيبتان يعني ذي زرمان ني يقوى عرنك ني أثي تقس وثي تسوم وذي كتشميت برديق زي سيت فغ وسيت دوير يعني اشتا ماشي ذكرا غالا مرث سرستان شتيا وتسرست ذا شوذ الأجر يكدي سجدان رب العالمين المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة يقار النبي صلى الله عليه وسلم زمرت أتداريت يعني سدون الزكاة يعني سدون الصدقة يعني أيام ذان يوم القيامة وكتصاب كرا ماذا ينتكش متغر الجنس وتطلت ذا شيء سوج ضربي واني بخلي نصدور واني يقنفخ الشيطان يسمغو راس المند نتوابا يزدي سوج رب العالمين سبحانه وتعالى والله ما يسمغور يعني ثمسلت وذريم يعني هذا قوليس أعطيك سعاد جبتورا سقسيان يدي تدول أنا وكستال العشرك يعني أنا وكزوار الحال وقال كني غادي هذه المذهب انه يعني الشيخ الترتيب اني غادي يفكر بالعالمين القران يراعى افضل انه يراعى يعني خير للمذاهب طنين حينين ديال الاسهم يعني انا بطو الزكاة في ثمانية امور انا بطو الزكاة في ثمانية امور قل مذهب النغن كنيا قرنك اضروح تركيا صغارين رب العالمين قرد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة يعني التقسيم أكا من قارئ يمكن يعني الموارث علم الفرائض يعني علم تقسيم التركة ذوي المعنيين فإذا به يخدم ربي التقسيمين من هو يستاهل الفقراء المساكين الفقراء ذوي يكون سعي وراء الدخل المساكين ذوي ذاك لان يعني سعان ربما شي طحن الدخل الى غيره ولو غير حقنا وسلحقنا ايوا شو ذا غني للمساكين الشيخ ايوا شو ذا المساكين خاطر يغاب الحال نسنا في مدن اسنعدن باللي غنان
يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف. ورسمو قلنا راه غنبدلو تزلنا راه لا يسألون الناس إلحافا. ورسمو قلنا راه وتزلنا راه غيفاسن نسن غير الغاشية. وبالتالي ثتون تنمدن ذا المساكين. يسعى الفقر ذا المسكنة كن الوحي يعني ذي ذس أشغال خطر تسونت يعني يمذانا العاملين على هذا وإذا كنا ريلين يطفثن يد صندوق الزكاة بنغف بيت مال المسلمين سمية ساكن تبغيت المسمية وثوقع وقوان سارة يعني وإنما غيهم من يعني أنه أذيل يعيون الجهاز كي يدي بدن أذي سدو أذي السلحون الزكاتي قل مواسم قل وقت وشارة وجماع وتصرف يمدن لربما نصوتك اني مثلا ضرائب سعاني خداما الزكاة دا غير مقل دا غير لانفيستيسمون حتى الزكاة زمرت تخلقت يعني يمضقان يمضقان يعني للخدمة ولا تشيخ الاستثمار يعني العاملين عليها يزمر الحل مثلا كني 48 الولايات ادني مثلا يا ربي كل ولايه ما الا استخدمت زي 20 30 مدن مقله شحال راك راك ديفغن يعني هذ العاملين عليها على المستوى الوطني الى اخره العاملين عليها تو خلاص الزكاه اللي بدات لكن تو خلاص صحاب الضرائب الضريبه العاملين عليها المؤلفه قلوبهم ذوي ذاك يا اما ديكش من الاسلام ذي جديدا ما ان الناس نقرب اكثر ناخذ ذوي الا ربما نبغى ان شاء الله اذيلين يعني ولو ننسى نرطبن دال من دنا المهم وخدمنا المشاكل نزمر نعاون سيس مثلا تيموريطنين نفك ولو كان الكفار يعني هذا ندمج الزكاه واسم نبوذ الكوارث الطبيعيه مثلا الى اخره من باب تاليف قلوبهم هذا وغنى حملا اسينينا ثمور ثيل الجزائر ونهار تعاونا غير كذا وتخممنا راه وكني غاد خمنا كيرك يعني على المستوى الدولي السياسه والاستراتيجيه الى غير ذلك المؤلفه قلوبهم في الرقاب ذو إذا كي إلان يعني ذاكلان ذاكلان هذا أنا نغ لان وإذا كي إلان في الرقاب ذا غني وإذا كي تسايا لنا الشيخ بعض الفقهاء الزمان النغ هضرن سكي في بعض المشابه أرننت نغلا لا لا موش غلا إيه يتسايا ليون مثلا قدية من القتل مثلا فلس الدية مثلا من القتل وكزميرة على العاقلة ثورة من هارك ديفكن قل فاميليا تسايا مثلا تراجون تراجون ورس نبودن فاذا به نزمر اما كن كسست يريس يعني وخنقني اللي تخنق كني غزيس نزمر اثنيني اذا غند وين اذا غنيكش مقر الرقاب الغارمين ذوين ريلين ذار طال الزايد في اللاسي تشور الطلبة نغذا غني غشيخ وين ريلين صابث الجيحة التاجر الفلاح الى اخره انا عاود نزيد نسبد يعني في طرنس في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله خريج لاند العمل يخشم النفع العام بناء ربما يعني المصحات المدارس المدارس القرآنية خدا لا لا شيخ نكني قل المذهب الإمام مالك والزكاة والكتشمارة في بناء الجامع صحيت ولكن نشر العلم بطباعة الكتب المصاحف طباعة الكتب العلمية وماشي كان لازم الكتب الدينية يعني ولو كان الطيب ولو كان مثلا وهن وزعيان في الطلبة إيواء الطلبة مثلا يعني أخري قلند النفع العامة على التسالة على التغسطلفير على الفورج مثلا يحد التذرين ويك الشم في سبيل الله يجوز هذه خدم يون يدير منيس يعني قوانشتا ابن السبيل ويني إلا يعني ذا مسافر يغاب يعني في الهليس ومن بعد يتجث الحال بحيث يعني اسنفك اسنعيون ولو كان ذي ثمورتي ساسان ذا مركانتي ولو كان يسعى ولكن تويز من فلسي برذان ابن السبيل يسعى ذا غني يعني امور والله تعالى اعلى واعلم كان كان دقيقه ناصك بعد المريقين نعم تدون يسول ديني يقدق ديك الزكاة تفاق الزكاة ومن بعد شروط تقدر تجا إن شاء الله يسول ديني يسول ديني قد فان ديك الزكاة ده شيء لند الأموال يلان ورنغ يعني أذريم نقود أذريم زي كي غاتسمينا يعني الذهب والفضة أذريم غورنا السلعة ما يلي ساعات يوان يخدم سياسو السلعية تزمرت سيليا يعني توريق ثكا أرمى تزمرت سيليا ذكال يزنوزو أكل يزنوزو الطوموبيل إلى آخر نسعى عروض التجارة عروض التجارة إذ الخدمات ربما يعني برستاسيون دي سيرفيس إلى غير ذلك نسعى بد النعمة يزمر يعني أثي جمع يوان
هذه السفره يعني الزكاه. يتواقع هذه زنز. اه يزمر حالي توهي هذه زنز الى غير ذلك يعني تسوفه يعني اتحقه يوم حصاده دقه رب العالمين سبحانه وتعالى. الزرع والثمار. الثمار لان بعض لا ما اتي وين وين نصغر غرس. غرنا ثمنت. لغن زيس الزكاة ثمنت غرنغ الركاز ويدي السفوغان القاعة يزمع حال مثلا دي البترول يفيون الكنز يعني سدو القاعة مثلا غرنغ الأنعام المال الحيواني لن يعني يسفيث ومذان يوكني أثيتش والأنعام ينظر بعلن وعماعيز ذو غلمية الظان يعني الماعيز والغنم غرنغ بقرين غرنغ يعني إلغمان وغرثاقاران ثوران نلفان الأسهم والسندات لزاكسيون ليزاكسيون ونيشم وغاليزاكسيون لا بورس اكسيتيرا انشتي اذا غنت عن ثيكل يعني الزكاة. اكيا فوربي في نغسر خلاصك ان شاء الله الوالد ودي تدون اتصص ولا تدي قبل تمثل تاكي تنكيروت واخي بارك ربي اي تمثل كاس المعورة قبل نسالي انا تدي قلت بوسا كاس مكتيتي بلادريس لي ميل تشرع عيث اروبازيون تي في بوان دي زيت امني دورت تدون بقاو على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.